يا هو امس واحد ضحكني دخل الصف قال لي احيي الحيا عينا وردي الحيا عينا بمبي انا ممكن موتني الضحك الحيا عينا بمبي يما الرايل انت رايح انت بالضبط عشان اجهز لك ام عباس والله ضحكني قلت قال لي الدنيا عندك هنا وردي الحياه وردي عندك هنا بعد بكره يعني السلول تمام الصباح ولا بالليل عشان افهم ايه ام عباس عفارس هيشتغلوا بالليل انت متى رايح خلاص بعطيك هدية تاخذها معاك يا هو بعطيك لطي يا بيبي عشان تتذكرني بالليل عشرة اذا ما يمديها راح الغالي يا يهو لمنا بتخليني للمختلفين اي والله يا جداوي ايش تسوين بالبرايفت اعلمهم طريقة الوضوء الصحيحة الله يلعن ام سؤالك الغبي زيك البرنامج دير بالك يطونك دير بالك يحبطون الشات وبلكونك اربع ساعات ما تقدر تتكلم قلت كلمة غلط كس ولا صدر ولا شيء زي كذا فهمت هاي تانجو يا حظ الستارة حاسد حتى الستارة جلسة تتمتع بالمناظر الخلابة ليش حاسد الستارة ليش مش حسود لا تحسدها لا تحسدها ولد عيب لا تغازلني حتى صدري بيطلع عشان كذا بحسدها ستارة عايشة أحسن منك شايفة بالثواني أوكي حبي شباب اللي يبغى مقاطع يجيب له اللي يبغى اشتراك تاي في سناب يجيب البوكيه عيب يا ولد عيب ياب شنو الفرق يا عيال بين ياب ويا يلا وش الفرق بين يلا وياب تبادل مقاطع تمام جيب لي امك وهي تمصه واعطيك مقاطع يا بيبي موافقه الحين تخلين احد يشرب يشرب وشو في كثير ينشرب حدد يلا يا لا مصري بحري يا مصري صعيدي فهمت يعني ياض يقولوها الصعايدة تمام يا بس نفس المعنى صح؟ يلا ياض طخك بالنار نفس المعنى اوكي نزلي عسل من تمك شايفني نحلة يا ولد المعرسة
على طفرتك هذه احمد ربك كذا احد زق لك في حلقك يا بيبي، تبي عسل؟ انا وشو اجيب لك عسل يا وجه البقر انت؟ والله شايفني نحل الاخ يا عسل. شخاخ من الشاول انت من فصيلة الكلاب؟ كلاب الشوارع تحب الشخ؟ لو فين تعذبي نبرهم بعد من فصيلة الكلاب. فصيلة الفحول تحب تلحص وفصيلة الكلاب تحب تشرب شخاء. ويه الله يقربكم. فصيلة الشباشب. تلحس شبشب يلا. هات الخلفية هاتي. أبشر بيبي أرجع لي بيا كسم. يا ربي نقول ألو ألو شباب اللي يبي يشوف الورد يجيب لولو. يا بعد عمري اللي وياك يا روحي هديتك أنا. والله فرس يا ريتني خيالك. عيبك ما تعلمت الخيل يا بيبي وانت صغير، ما تعلمت ركوب الخيل. كفو تعو بيبي يعجبني. القمر منين قلت؟ من القمر. اه جيت اجلخ معاكم وارجع. هاي جلتاه.